السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير؟ مزيان؟ اليوم ما شاء الله غنشارك معكم الزيتون، الطريقة كيفاش كنرقدو أنا، وغادي نوريك مع واحد شوية الطريقة. هذا هو الزيتون، درناه في بانيو. ها هو شنو غنديرو عليه؟ غنسخنو الماء مزيان، وغنديرو نتوما تشوفو الطريقة. بسم الله، ها الطريقة. شوف، هذه المرحلة الأولى. ها هو درت عليه الماء سخون. شنو غنديرو؟ درت عليه الماء سخون، سمعو، درت عليه الماء سخون، غنخليه يبرد. غنديرو في القرعة، من عا يبرد غنديرو في القرعة اللي غنرقد فيها. هذه المرة الأولى. المرة الثانية اللي هي غدا ثاني، غنصفيه وغنسخن عليه ماخرة ماخر، وغنديرو في البانيو، غنخوي عليه ماخر، ومن يبرد نديرو ثاني في القرعة ونسد عليه. اللي هي غدا ثاني مدة 3 أيام، ثاني غنصفيه من داك الماء وغنحطو في بانيو، وغنزيد عليه الماء سخون مدة 3 أيام صافي، وغنخليه ليا غدا صافي، وغنصفيه. فهمتوا الطريقة؟ غنشدو مدة 3 أيام، غنشدو بانيو، غنديرو فيها الزيتون، غنزيدو عليها الما سخون، من يبرد غنديرو في القرعة اللي غنرقدو فيها. نفس الطريقة ليا غدا، غنصفيو هداك الما وغنديرو له ماخر، من يبرد تاني نديرو في هديك القرعة ونسدو عليه. ثاني المرة الثالثة 3 أيام غنديرو ثاني، نصفيو من هداك الماء وغنديرو في بانيو، غنزيدو عليه الماء سخون، ومن يبرد نديرو في هديك القرعة صافي. والمرة الرابعة عاد نديرو الطريقة. خوتي خواتاتي، دابا شرحت لكم الطريقة الأولى. دابا نهار الرابع شنو غنديرو؟ ها هو تصفى، غنديرو في هاد القرعة صافي. دابا خوتي، دابا حنا انا كنوريكم الطريقه. دابا من درنا له الطريقه الاولى تاع الماء سخون، دابا غنديروا له الحامض والملحه والماء بارد صافي، وغنسدوا عليه وغنساو. وديك الساعه شي مده 15 يوم ولا 10 ايام صافي، بداو تاكلوا. ها الحامض، هانتوما حامض مكاواش نكثر فيه. دابا غنزيد له الملحه. ها الملح دابا انا غنديرها ليه صافي، وعس نزيد واحد شويه الملح صافي، وعس. دابا خوتي خواتاتي، انا سديت نحطو مزيان، عا واحد شويه عاد نزيد عليه الماء، عا خلطتو عاد نزيد عليه الماء. خوتي المشاهدين، هل ما نزيد عليه دابا صافي، وغنسد عليه ونكسر صافي. خوتي خواتاتي، وهذا هو الزيتون. ها هو دابا نساو شي 10 أيام، شي 15 يوم وصافي، بداو تاكلو. راه تطلع غزال. انا نقول لكم الطريقه. الاول غتشدو بانيو، غديرو فيها الزيتون، غتخوي عليها الماء سخون، من يبرد ديروه في القرعة. اللي غدا نفس الطريقة، حطو الزيتون مصفي من داك الماء، ديرو عليه الماء سخون، ديروه في القرعة. من يبرد ديروه في القرعة مدة 3 أيام، غديرو هاد الطريقة. نهار 4 أيام صافي، غتصفيو داك الماء، غديرو الماء شوية الملح، الملح الحامض الماء، ونساو متحلوهش. وان شاء الله مدة 10 أيام أو 15 يوم، يا سلام، ديك الساعة ديرو ليه اللي بغيتو. خوتي خواتاتي، وهادي هي الطريقة ديال الزيتون، الطريقة ديالي. تاكلو كاين طرق، المهم تاكلوه بالصحة والراحة. دعموني بلايك وفعل الجرس يوصلكم الجديد. وهذا هو الزيتون اللي شاركت معاكم، كنتمناكم تجربوه بالصحة والراحة. ومع السلامة.